ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. والسويق هو عبارة عن الشعير يحمص ويوضع معه شيء من التمر أو نحوه، فكان هذا الرجل يقدم للحجاج هذا السويق تكريما لهم أو من باب المفاخرة والثناء. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلمة طيبة في هذا المقام في كتابه القوي المفيد، يقول رحمه الله يقول ليال العجب كيف صنع هذا الرجل هذا العمل من غير أن يقصد غرضا ماديا يفعله للحجاج، بخلاف ما عليه البعض أو الكثير من الناس في هذا العصر إذ استغلوا الحجاج، فما كانت قيمته بريال قد يكون بريالين أو أكثر، وشتان ما بين الحالتين.